أهلا بكم. مجددا، أثار التحالف التي تقوده أو الذي يقوده السعودية في اليمن أدلة مدعومة لتزويد القوات الحوثية بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن التركي المالكي إن صاروخا إيراني صنع عليه كلمات فارسية صودر في اليمن، مضيفا أنه تم الاستيلاء على شحنة من الصواريخ الإيرانية قبل أن يستخدمها مقاتل الحوثي. كما قال المالكي إن الدفعات الجوية السعودية اعترضت 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في الذكرى الثالثة لبدء قصف قوات التحالف السعودي. هذا وقتل شخص واحد وأصيب 2 آخران بجروح في الرياض إثر سقوط حطام صاروخ أو صواريخ اعتراض أطلقها الجيش السعودي ولم تعمل كما يجب.